انا شفت سلاك جنب بيت شي الغاش تراك والله. السلام عليكم، بداية المقطع بعد اقول لكم لا تنسون زر اللايك. وثاني شيء مثل ما شفت قبل شوي كودي في الاتم شوب غيرته، خليته في اس ال بدل ما هو في اس ال دبل او ام اكس مشوار. فقريب ان شاء الله راح اسوي مسابقات على الانستغرام، الانستغرام حقي طالع قدامكم على الشاشه. مسابقات وش هي؟ انك تحط كودي وتشتري شيء من الاتم شوب، طبعا تكون مصور فيديو وانت شاري سواء رقصه سواء سكن سواء اي شيء، وتكون شاري بكودي. باذن الله راح اسوي جيف اواي، ما ادري متى بسوي بالضبط، لكن على الانستغرام راح تشوفون كل شيء. يا 20 دولار يا 10 دولار، اذا كانت 10 دولار راح تروح شخصين، اذا كانت 20 دولار راح تروح شخص واحد. فتابعنا على الانستغرام، واذا كنت بسويها في الانستغرام راح اقول لكم ارسلوا لي الفيديوهات. وانتم تشترون اي شيء من الايتم شوب باستخدام كودي باذن الله راح اسحب شوي من الناس اللي يرسلون لي، وراح اختار واحد او اثنين مثل ما قلت لكم، يا 10 دولار لشخصين يا 20 دولار لشخص واحد. مو بترسل لي الحين وقت ما تشوف هذا الفيديو، باذن الله راح اسويها قريب وراح اقول في الانستغرام متى. لا تنسوا تحطوا كودي في الاتم شوب. وبس طولت عليكم، اعذر على الشيء، لكن ان شاء الله استمتعوا بالمقطع. لا تنسوا اللايك، وبس خليكم على المقطع. طبعا فكره هذا المقطع اني العب مع اي شخص اتحداه على بينجو. البينجو شو؟ مثل ما تشوفون هذه الصوره قدامكم، النظام اني اجمع 5 اسلحه او 4 اسلحه بالطريقه العموديه او الطريقه الافقيه، يعني اخذها على جنب او اخذها على فوق من فوق لتحت. الفكره ان اللي يجمع اسلحه اول هو الفائز. مثل ما تشوفون في الوسط اللي هو النار، النار هذه تعتبر مساعده. اذا اخترت المسدس اللي فوقه والمسدس اللي تحته الذهبي، بعدين ديث ماشين، بعدين سنايبر، هذا الشيء يعتبر شيء خامس اللي هو النار، يعتبر سلاح خامس بدون ما تروح تدور لك على سلاح. فالفكره من النار انها تعتبر وسيله مساعده، راح تختصر عليك كثير انك تدور سلاح خامس. هذه الفكره ببساطه. المقطع الاول كان عند ريان، المقطع الثاني هذا هو عندي، فان شاء الله تستمتعوا بالمقطع. مقطع رهيب رهيب رهيب، ان شاء الله بيعجبكم. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد من فورتنايت. اليوم راح نلعب بينجو. طبعا اللي ما يعرف ايش لعبه البينجو بشرحها في هذا المقطع. اليوم مع ريان الجزء الثاني، طبعا هنا الجزء الاول كان عند ريان، فاللي ما شافه يروح يشوفه بعدين يرجع يشوف هذا ويشوف يعني الفايت القوي اللي صار بيننا كذا. ف ما في احترام المعلمة؟ ما في احترام المعلمة؟ يلا. فالصورة طالعة قدامكم على الشاشة أنا وريان في لحظة، في شيء ما بينته أو ما طلع في المقطع، اللي هو أن أنا وريان تحدينا على 100 دولار. 100 دولار عبارة عن 13000 في بوكس، فإذا شفتونا نتكلم عن الفي بوكس فاعرفوا أن 13000 في بوكس تساوي 100 دولار. فالتحدي في هذا المقطع على 100 دولار. بس خليك مع المقطع. المقطع الاول اخترنا بليزنت وبارادايس، ف بدلناها يعني في الجيم الثاني. اي بدلناها الجيم الثاني، ايوه 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 كنت بقول لك. طيب في ساني ستيبز وبولر بيك وفي طيب. داستي انت وين تبي تروح؟ طيب بس عندك حجز رقم قصد؟ يب، اللي يجي عليه صح هو يختار اول. اوكي 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 3 2 1. الحجر رقم قصد انا بس. اوكي اختار بولر بيك. كفو، كنت ناوي اختار صني. ما ادري بس يلا اسجد يلا. لوح واحد من واحد. يلا شو قناك ها؟ النيو بامب ما نحتاجه اسحب عليه. طيب طبعا عادي يمديك تسوي ريسبون وتروح اي مكان في الماب بعد ما تخلص مدينتك عادي، يمديك تسحب على مدينتك عادي، بس يعني لوت مره واحده. طيب بسم الله خلينا نبدا. هذا اول شيء. شوف انا الحين هالمره مخطط اني استعين باللاب، مخطط اني استعين باللاب ان شاء الله يعني تضبط معي. هي على حسب الحظ الصدق. طيب هذا اوكي اوكي هذا حلو. يا الله يا رحمنو يا رب يا رحمنو. والله لازم بكشيل ما نحتاج، لازم ندعس كدعس يلد. ان شاء الله باذن الله. والله المشكله رحت مدينه ما اعرف شيء فيها، والله ما في ماكس ستات ولا شيء. بورل بيك اوكي هذا. بس ليه الناس يقولون جامده؟ ما ادري، اتوقع انه بكل يا اخي قاعد اخذ ايتمات مره ما لها علاقه، فهمت اللي من كل مسار اخذ واحد. يب نفسي. طيب وين نحدد الحين؟ هنا اوكي. هذا احتاج مدينه خايسه. اما والله نفسي والله سيئه. اوه هي من زمان. كم هذا ولا تونا ما نسال الحين؟ لا ما نسال بس تونا. طيب بس اخي اشياء كثير ما حطيناها في اللسته، ما حطينا المينيز، ما حطينا سب ماشين. مينيز سهله ما يحتاج.
ولقيت شيء. اوكي طيب هذا اوكي يا اخ وش ذا؟ طبعا التحدي ما يمديك تفتح لا لاما ولا دروب ولا شيء، فلازم تاخذ المضمون. اكزاك قتلي. طيب عندي واحد اثنين كالعاده، لو باخذ هذا والله اني بانحشر بالبوش. اخي محتار ما ادري ايش اختار. يو 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 اختار ما ادري ايش اختار. ياو اكفى افتح. اوكي خلنا نبدل هذا. يلا يلا هانا تانت تانت ضيعت هذا السلاح. اوكي هذا محتاجه ولا اقول لكم؟ اوكي ما احتاج والله. ودي ارجع اصبر. ها والله لوتي زباله. لحظه لحظه في تغيير بسيط. وشو تغيير بال الاسلحه بيني؟ ها انا قلت شو السالفه؟ السلم. اوه سلير. يا الله والله والله عندي اكثر من شيء ودي امشي. اكبر انا بس لو اخذ شيء قالي شيء واحد بس. اوكي هذا ما احتاجه. طيب بقي لي شيء واحد. بقي لي شيء واحد اثنين. اوه صح ذكرتني خليني ارتب انا. بقي لي شيء واحد. بقي لي شيء واحد ويا اخي الى الان ما استعنا باللافا ملاحظ؟ يب 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 والله قاعدين نسحب على ام اللافا. شوف هو شيء كويس ومش كويس نفس الوقت. كويس انه لان الاشياء اللي جنبها مره صعبه هذا الواضح، ومو كويس لان يا اخي ليه مو قاعدين نستفيد منها. اوكي دقيقه وش دقيقه لي. يا رب يا رب انا دخت والله دخت. تكفون ذا السلاح بس والله ذا السلاح ما ابغى شيء ثاني. طب اسمع قل لي السلاح اللي باقي لك وانا بقول لك السلاح اللي باقي لك. ايش باقي لك؟ بي 90. ايش باقي لي؟ ايش؟ فرد سنايبر عرفته؟ سلاحك. يب 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 والله العظيم ارتباك مره ضيعت الاسلحه انا بديت ادوخ. تكفون باقي لي سلاح واحد بس. سبحان الله قيام وقيام ذاك الجيم جاب بسرعه. اوكي لا 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 ما عندي ما جلتي. ها؟ طيب وين اروح؟ اوه قهر قهر حسبته هو يقولك شيء؟ حصلت قبل شوي بناينتي. علمني لا علمني والله لازم. اعطوني سلاح بالغلط. تكفى هذا القهر ما بقى والله ماش ابدا تقهر. يا ليل ما في فايده. والله ما اثق ولا قلت لي اسلحه ابطت عليك تطلع لك كذا تمنيتها. يا رب بليز بليز دونت كيل مي. الشيء اللي معطيك الافضليه قريب من الفولكانو لكن الكلام مين يحصل هذا اول صح الاخير يا رجال. قريب وقريب والله ما له دخل ابدا مع ذا اللوت اللي قاعد القاه. يا رب يس يس يا الله خير. يا الله حرك 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 انا بس ذا سنايبر سلاح سنايبر فرد. حرك 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 تدري اني لاقي عندي ديم يا جماعة ديم ام الغبنة يا جماعة. اي ابوي اقسم بالله العظيم فقدت الامل. اصبر بعطيك سبرايز الحين بس تعال. اقولك شيء سلوم. ايوه توني استوعب شيء. المفروض انك فايز متأخر يعني. لا صح بس انه ما جيت الا متأخر مرة اللي هي بي 90 تك 9 سلير وديقل بس ما جيت الا متاخر. اوه تعال تعال طيب وات يوم طرت ايوه هذا حراري. طيب اصدمك ورني. اوكي اوكي توقع ديقل. يب ديقل واضح بيدك ديقل. اقطع نفس اللي قلته نفس اللي قلته والله العظيم. لقيت شو اسمه هيفي سنايبر. لقيت اشياء بس ما ادري ايش اخذ ما ادري ايش اخلي. قلت والله لا اصمل على شيء لين افوز لان هذا اسهل شيء اربع اسلحه. فقاعد اقول اني بذب اسلحه بذب اسلحه لمح لك انه ترى اربع اشياء اربع اشياء وانت تقول ترى ما استخدمنا النار. فقاعد اقول لك اني استخدمناها فهمت بس بطريقه ثانيه. جي 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 ها دبل اور نسنج دبل اور نسنج. طب اسمع انا بروح والله غير هذه والله غيرها
خايس ابو الاربيك. شف 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 ننزل ننزل كلنا بليزنت، كل واحد يروح مدينه بعدها. ايش رايك؟ واي نوت. يلا يلا. طيب دبل اور ناثينج ولا لا؟ بسرعه دبل اور ناثينج، ما عندك اي مشكله. نروح يلا. يلا انتقام باذن الله باذن الله. يلا يلا يلا. هذا كم ريان؟ هذا كم؟ هذا كم؟ وش هذا كم؟ 5. لا عاد عندك اسمع زايد معي. لا اقول لك يعني عشان تشوف زين الحين وتفوز علي. اجلوت نص الجبة. اجلوت اجلوت. طيب طيب يلا يلا. يضحك باكرا يضحك اخيرا مدري ايش. الحين نلوح جنب بعض. ها يلا اصبر. يلا هلو. يلا يلا يلا. ليتس جو. بيطرد واحد اكيد الحين بيدخل مره ثانيه. حبيبي تلتت ورده وين؟ لا اصبر. طيب انت بليزنت. لا انا قلت لك بليزنت ننزل بعدين نروح للمكان اللي نبغاه. يلا يلا فهمت؟ ايوه على طول. انا قايل لك بدايه ترى بننزل يعني بمدينه ثانيه بس بليزنت كبدايه. لا 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 لا. هذا قطع بي 26000 في بوكس بدل المقطع كذا عندي. ايوه ايه والله شد هاي والله تشوف تعريق الحين. طيب لا يكفي السلاح اللي قطعلك يطلع لي خلاص يا اخي. ليش ما حطيت كي يا اخي؟ والله وسكار مشكله ما يجي. انا قمت اشوف الصوره ضيعت ضيعت المكان اللي بروح له اصلا. يا الله مشكله ما ودي اغلط نفس غلطه السلاح ذاك. ها كم وصلت سلاح بشر؟ اه رجال عندي سلاح شاطح مره. 1 2 3 شكلك 4. والله مستحيل. لا والله انا ودي 4 ودي فهمت اللي اقرب لللافا ودي. طيب اصدمك انا 4. انت 4؟ يب. شكلك شلون؟ والله عاد شي يخصني. هك هك على طول يطش شكلك. الشيء الاخير مستحيل يطلع. مستحيل مستحيل يطلع مره مره. طيب اقول لك شيء. وش؟ شفت اللي عانيت منه قبل شويه؟ نفسه؟ نفس السنايبر سنايبر فرد عانيت منه بعاني منه بس باذن الله ما تخذلني بليز باذن الله. هذا عاد ابطس يطلع بس يطلع تشيسات اتوقع الشيء اللي باخذه الحين. والله اسلحه مره سهله المفروض تجيبها بسرعه ما جتني. ليه؟ لاني انا حطيتها براسي. بليز دخلوني هنا بالغلط ولا دخلت سبرايز. والله اصعب سلاح ذا التي ما اخذيت. والله اشياء كثير تطلع لي بس بس سلاح واحد اقسم بالله. ودي اغش وافتح من الماكينه بس قاعد اصور. طعم الشفافيه. هاي ورا. ها سويت مقطعي. قهر فضحت نفسي. تكفو تكفى تكفى تكفى. حد يصيح يا رب. حبيبي ريسبون راح مره ثانيه. وش لا تقول. ها وش لا تقول. وش يقول؟ فزته؟ شو يقول؟ يا ليل الريان اخلص فزت. سلوم؟ شعور رايح رايح البركان. رايح الله يرحمه. سلوم؟ لا تكفى. فزت. لا كذاب. فزت. والله طلع لي. يقرا والله ماني مصدق اخيرا. طيب انا فتحت تشيست الحين بجيك. احس الى الان الى الان كذا لازم اضمن لازم المس الارضيه. اصبر اصبر يقطع ام السيناريو 26 اشواء برتاح منها. يقطع ابليس تكفى. الحمد لله رسميا لمست اللعبة. جي جي تعال تعال تعال. يا ليل في فائده. سويت نفس اللي سويته انت. النظام مع الخط النار هذا؟ ايه مع اللعبة. وشو خذيت سليرب؟ تعال شوف تعال شوف يا ريان. راح 25000 راحت. طعم القهر اقسم. المشكله وشو؟ اني مخلص قبلك 4 اشياء. الشيء الاخير هو اللي ناشف فيه. بقول لك اياه الحين تقول ابطل اصلا يطلع لك. والله اني ضيعت. والله اني ضيعت. لا تلوح المسافر. المسافر راح. تعال تعال شوف تعال شوف ايش حصلت. بصراحه استكشف استكشف ايش اللي حصلت. اوكي سدس كاتم. ايوه بعدين ديث ماشين بعدين طيب انا بعطيك شيء واحد. اوكي هذا شو؟ اوكي بلانه. هذا اوكي هذا
اوكي ربيجي مستحيل ربيجي حصل دروب ايه ما في امل كم مشيت على الخط هذا وش اسوي ما لقيت الا هو كل شوي القى هانتنج والله حرام قسم بالله عاد تدري هانتنج والله عانيت شوي عشان حصله والله العظيم لقيت كثير لقيت كثير اصلا عادي اصلا انت ليش حاطه يا مجرم يا مجرم والله العظيم قال ريان خلص من زمان انا الحمد لله الحمد لله انت مشام هذه الله ياخذ بريسك 60,000 بوكس سيزن باس كامل كاملين يا عمي اثنين سيزن باس كامل وسكنات اللي يبغى اقرا امه بليس حرام تعال بقولك شيء اسمع سلم هذه كم اقول لك ما نضحك واخيرا يضحك وباكرا باكر طيب هذا كان الجزء الثاني من البنجو فإذا استمتعت المقطع لا تنسون زر اللايك واللي ما شاف المقطع الاول يعني حق ريال لازم يشوفه عشان يعرف ليش اصلا نتنافس ليش اصلا نتنافس وحاطين ذا الاشياء ان نقول كذا وكذا في اشياء يمكن ما تفهمونها الا اذا شفتوا المقطع الاول فهاي زبده يعني فعموما بس هذا كان مقطع اليوم ان شاء الله المقطع عجبكم يا مزعج يا مزعج انا شفت سلايك جنب بيت لغا اشتراك والله طيب بس هذا كان مقطع اليوم ان شاء الله المقطع يعجبكم لا تنسوا اللايك يعطيكم العافيه على المشاهده شكرا اللي وصل هذه اللحظه من المقطع بس والله اشوفكم على خير سلام يرقص جوا